اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بالبحر سوا. رمضان كريم ان شاء الله بينعاد عليكم بكل صحه وكل عافيه. تحيه كثير كبيره لفريق العمل اللي عم يعطي مجهود كثير كبير. الي عقيقي يعطيك العافيه انت والشباب خير. وعلى الموسيقى الحلوه والاجواء الحلوه والدنيا الحلوه والجمال الحلو وحلو وكل شيء حلو كله حلو بحلو. مشاهدينا بتعرفوا الليله هيك حابب احكي عن موضوع الشلقحه بشكل عام. تقريبا من انا وصغير كنت اسمع ستي وجدي يقولوا لي نحن فايتين تشلقح. اسال حالي دائما شو معنات مشلقح. جرب الحقهم لقيهم نايمين، فاكتشفت الاكتشاف الكبير بوقتها انه مشلقح يعني نايم. المهم الناس اجمالا بتتشلقح بالتخت، في ناس بتتشلقح على الصوفة، على الكرسي، بالمكتب، بالسياره، في اشكال كثيره للشلقحه. بس الموضه الجديده بلبنان هالمره هي الشلقحه على الطريق. نعم على الطريق. مش عاجبكم الشلقح على الطريق شباب؟ مش كتير. انت مشلقح شي مرة على الطريق إلي؟ مرتين. تحديدا على الزفت. يعني تخيل حالك شي نهار إلي دق لك قلك قالوا ابو الليل مثلا شو عاملين الليلة؟ تقول لي والله حاجز رومبوان صالومي عندنا حفلة شلقحة. عم تخيل؟ بتعملها. بعملها. بتكون ماشي بسيارتك فجأة بتلاقي هالناس تشلقحت. ليش؟ كيف؟ ما بهم، المهم مشلقحين. خد لك عجقة سير وتأخير ومسبات وهيدا طالع من سيارته وطالع ضمانات راسه وبينزلوا شباب الإعلام طيغطوا المشلقحين وبيكونوا محمسين كأنه عم بيغطوا شي إنزال عسكري كتير كبير. لك يا جماعة لشو؟ صدقوني كلهم مثل بعض. ولا بتعرف شغلي يا إلي؟ ما شكلهم كلهم مثل بعض، لأنه صاير في شلقحات غريبة عجيبة بيجي معها أوبشنز. في شلقحات بيجي معها مشاوي، بيجي معها سخان شاورما حدك، بوزة، دبكي، رأس. صارت الشلقحات مهرجانات. كل عمرنا تربينا وربوني أهلي على مبدأ من طلب العلا سهر الليالي، لا تشلقح لا شمال ولا يمين. على كل حال بدي أقول للشباب والصبايا اللي بيحبوا يتشلقحوا أنه مطالبكم على راسنا وعيننا، ويمكن هالمطالب هي مطالبنا. بس يا خيي تركولنا الزفت، ما بقى عنا إلا الزفت. شكراً إلي. يعني عن جد أنا تعبت، صار لي ربع ساعة بحكي تم ترى تم 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 تكف. بس هيتك مش موافق على موضوع الشلقحة أبداً. أبداً ليه؟ مع أنه عبالي لأن بالبحر وين بدنا تشلقح. انتبه أنت عندك اللوك يعني. أنت والشباب عندكم اللوك يعني إذا شفناكم شلقح. طب افتح هذا الحديث. حديث والله أنا بحكي شيء. أنا بالبحر خايفين أحكي اللي بدي. بالبداية بدي رحب بضيف مميز بالبحر راح يكون معنا وتنشوف جنون وقدي راح يكون بالبحر، ميشيل إليفتريادس. الامبراطور ميشيل إليفتريادس، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك خي. معلش لحلح لي اياها شوي ميشيل، بتجيني وفقعني جقره انه خي شو روق جقره للكاميرا مش لها. على فكره ميشيل بدي خبر شغله قبل ما نبلش انا وياك، بس في موقف صار انا وياك بالميوزك هول بحفله. بتذكر كان قاعد ميشيل على الطاوله وانا فوق عم اقدم الحفله وميشيل عم بيقول لي عم بيذكرني انه كب لك شيء عن فكره الامبراطور، تتذكر؟ وانا فهمتها بانادول وقعدت صرت اخبر قصص بلا طعم. فهمتها بانادول هلا يعني فهمت شو صار معك. بوقتها ميشيل كبل لي جمله من تحت انه غموز شيء على الامبراطور انت وعم تعرف عني. انا شو فهمت انه ميشيل عم يحكي عن البانادول. انا قلت انا ميشيل شو بيقصد بالبانادول؟ انه هو وجعة راس للناس، وصرت الف انا وعلى المسرح عن البانادول وعن الاجواء وعن هيدي. فبوقتها هلا عم بس منيح وضحت لانه انا من وقتها كنت شوي عم غير رايي فيك، عم بقول شو بي يعني بالعاده انه بيفهم وذكي ولبق انه شو يعني. انا دائما بلقاءاتي انا وياك دائما بنلفت على موضوع الامبراطور ونورستان وهالاجواء. بعرف انه هلا وصلت السياره الجديده اللي انت كنت موصى عليها يلي هي مصفحة ومعمولة من الرصاص وأجواءها خلص يعني ماضي بهالمشروع للآخر وماشي بهالسيستم.
لا لا عم تحكي انت عن الاكسسوار، مش هذا مش هذا هو المشروع يعني. هيدي هيدي الاشياء تبع تبع المشروع. لا، صلب المشروع هو مشروع جدي، مشروع اقتصادي سياسي ثقافي بامتياز. بقى اللي عم تحكينا عنه هو مشي، هو الكوتيل سطح اللي انا عاده ما برفض اجي على ذكره يعني. لا الصور اللي حطوا عن سيارتي هن تهربوا من وقتها، كانت قاطعه بالنافعه وما بعرف مين مصورهم وحاططهم، ومنهم صور حتى حلوين لانه ما كانت بعض الصور الحلوه. لا بس ما بدي يعني، ما بدي انه اذا بدك العلبه تغلب على المضمون، لانه انا من ثقافه انه بهمني شو موجود بالامبلاج مش الامبلاج يعني. انا الكوتي باكجينج رافضه، اللي هي ثقافه امريكيه يعني. منين بيع المشروع اللي انت عندك ايه يعني؟ قد ايه الناس يعني؟ حوالي 400,000، اقل بشوي يعني 393,000، وعلى نمو كتير كبير. وعدد الناس اللي عم يشتركوا، اذا بتقارن مثلا هلا اسبوعيا صار عم يزيدوا قد ما طلعنا بكل اول سنه. طيب ميشيل، وين برايك بده يوصل هالمشروع يعني؟ وين وصل هذا المشروع؟ برايي رح بيقدر يعمل يغير كثير بالعالم. بالفرق بينه وبين غير مشاريع، انه اذا بدك باقي المشاريع بتبين جديه، والامبلاج تنرجع على فكره الامبلاج تبعولا جديه كثير، ولكن صلب الموضوع واللي بقلب العلبه هو طفنيصه وشغله منا جدية وشغلة ركيكة. ولكن نورستان بهالقالب إذا بدك يلي هو خفيف ومنه ما بيبين إنه كتير مهم، موجود شيء كتير مهم. طب ليه سميت حالك أمبراطور؟ كان بدي لاقي لقب. وكل الألقاب بنفس السعر يعني، إنه كلهم عم بيخدهم ببلاش. كان في نسمي رئيس، أمين عام، المرشد الأعظم، كان في لاقي شي عنوان هيك. بقى قلت أنا هيك كلهم عم بيخدهم ببلاش، خلينا نضرب على الأقوى شيء. بقى هو شيء هو الامبراطور، وهي كفلسفة توسعية يعني، مثل نظرة الامبراطوريات. وانا من زمان قاري وبعرف انه تاريخيا فقط امبراطورية بتقدر تسقط امبراطورية اخرى. بقى انا مشروعي هو اسقاط الامبراطوريات الموجودة. بلا، في امبراطورية كتير كبيرة وعم تأذي اكتر من كل الامبراطوريات اللي مرقوا قبلها، اسمها الامبراطورية الامريكية. يمكن بعد كم سنة تيجي امبراطورية اللي هي الامبراطورية الصينية، لأنه هلا الامبراطورية الأمريكية يمكن قاطعة بفترة بنظرا لاقتصادها، في شوي يمكن انتكاسة بمشروعها، بتصير تأذي أكتر لما الامبراطورية تكون عم تنتكس، بتصفي الأذى تبعولها أكتر. ولكن برأيي أنا من هلا لـ 30-40 سنة. طيب أنت وقتك كنت هيك ميشيل، بس بحب تجي هالفكرة أنه أنت هيك كنت نايم مثلا عم بتفكر بهالموضوع، قلت أنا بدي أعمل شيء صار على الناس تقول هذا زلمة مشعوط. كيف اجتك هالفكرة يعني؟ كيف تا خليت انه خيي بدي بلش من مطرح انا، بدي الناس تنتبه لي اول شيء، خليني اعمل، خلينا ما بعرف تعتبرني ذكي بالطريقة عم فكر فيها، او انه عم بلعبها انه مسحة قصة تياب، بس انه خليني اول شيء ممكن عم بتزيكا بس انه خليني اول شيء خلي الناس تنتبه لي بالشكل، تنتبه لي بعدين بالفكرة، بعدين بوصل الفكرة. ليك بفتكر الناس منتبهين لي قبل 2005 يعني، مش انه مثلا قبل نورستان انه ما كنت واحد ما قاعد بيتي وانه عم نبش على شيء. انت رحت تزلطت ومشيت على الطريق تا يحكوا عني. فكره نورستان هي اجت نتيجه معاناه يعني. انا مرقت بقصص ما حكيت عنها وعم رح تنزل بكتاب. انا مرقت بمراحل كثير صعبه بحياتي يعني. انا تركت البلد، انا في نضال سياسي طويل. انا لو ما من 13 تشرين كنت بكون ضابط بالجيش اللبناني هلا. مش انه انا جاي من مطرح من غريب. مطرح من مطرح. طيب بتعرف هيك تنتعرف اكثر كمان على ميشيل، بما انه اليوم انت ضيفنا، وحبيت انه في شخصين يكونوا ضيوفك كمان على طاولتنا بالبحر. بدي استقبل الاستاذ مروان شبلي والدكتور حسن حمادي. We'll be right back.
وسهلا فيكم. هاي استاذ مروان ودكتور حسن. راح اترك، انا ما راح اعرف عنكم، بس راح اترك ميشيل هو يخبرني انتو مين بحياته وليش اختاركم تكونوا موجودين معنا. اوكي. مروان صديق الطفوله وكثير نضحك سوا. يعني انا بيبيك في يصير مروان موجود تبلش اضحك، يعني شوف هلا كان لازم فوتوا لازم من الاول تجي مروان. انا ما كثير بضحك، يعني ما بلاقي كثير ناس بيضحكوا بحياتي، يعني عجوائي بالاول عم خبر مروان البنادول كثير بخاف على صحته وبخاف انه يموت وهيك، لانه اذا مات يمكن بطل كثير اضحك. اناني كمان بهالموضوع، يعني مش بخاف بس على صحتك كرمال هو يبطل يضحك. دكتور حسن صديق الطفولة، كان هو بال أنا كنت بالأونزيام كا، هو كان بالأونزيام قاف. دكتور حميدي أصحاب معه من تقريبا من حرب 2006، وبعده نوع من خي كتير مقرب لإلي، وكمان نضحك كتير لأنه عنده أمور كتير قريب على الأمور تبعي، اللي هو يعني صاير قليل العالم يلي عندهم أمور وإذكياء. بقى السيد حسن سوري دكتور حسن، نحن سبق وتعرفنا بجلسة كمان على حضرتك، بس يعني اللي بيلفتني انه كونك صديق ميشيل من 6 سنين تقريبا، يمكن تعرفته من 2006. الناس بتقول عن ميشيل مشعوط، هو بيقول عن حاله مجنون، عنده سكيزوفرينيا. انا ما بقول عن حالي مجنون ولا مره. يعني انت بتقول عندك سكيزوفرينيا بس منظمه. لا يعني بس مني مجنون انه ايه. يعني اذا بدك ايه، لانه ليك لو عندي سكيزوفرينيا مظبوطه كنت تكون بمصح عقلي. لا سكيزوفرينيا بالعالم مظبوطه، بالعالم اخر احصاءات بتقول انه في 1100 واحد مفكرين حالهم امبراطور. هلا في 1100 واحد مفكرين حالهم امبراطور، في 1098 مصحات عقليه، وفي واحد باليابان بالقصر تبعه، وفي واحد ببيروت. بس في 1098 بالمصحات العقليه. استاذ حسن، شو ميشيل زامت يعني من المصح ولا شو؟ لا طبعا، هو قدر عمل عالم افتراضي فيرتوال، يعني قدر عمل افتراضي. طبعا وعمل امبراطورية فيرتوال كمان. قد ايه بتقنعك الامبراطورية؟ باردون؟ قد ايه بتقنعك؟ لا انا بتقنعني كثير، لانه يا ريت الواقع في الصدق اللي بالفيرتوال اللي عامله، انا بتقنعني كثير يعني. انت معه بهال لانه انا ماني قابض عن جد الشيء اللي اسمه واقع، يعني انا بفضل هالفيرتوال على الواقع الموجود. طيب استاذ حسن، شو اللي ما بتعرفه الناس عن ميشيل وانت بتعرفه كونك صديق ومقرب منه؟ اي مثلا ما بتعرف عنه الناس انه هو شخص كتير مثقف وكتير بيتعب على حاله وكتير اجور وكتير مطلع، هو ما ببين هذا المظهر عنه لانه بيروح كله خلف على اساس انه هو بس فنان يعني، والفنان هو شغلة مهمة كتير يعني، بس ما بياخدوا ما بيعرفوا الجانب الآخر اللي عنده، بس هو شخص انتلكتشيال وعميق كتير وخلف مظهر الفريفوليتي إذا فينا نسميها. لا في إنسان كتير 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 جدي يعني. طيب إذا بدنا ناخد أستاذ مروان شوي عن الجانب اللي قال ميشيل إنه بيضحك، شو آخر ما على شو ضحكتوا آخر مرة؟ دايما متضحك ماما. يعني الضحك كل الوقت، يعني مش انه نكت كتير عظيمة، ضحك بس شو اكتر شغلة يعني. هلا نحن جايين بهيدا، جايين بالباخرة هيدا، مش بالاخرة هاي التانك الفلوكة سطلانات، يعني انه بيعمل صوت انه رح يقع بالبحر كذا، يعني مش انه ضحك انه كتير. ما صوت شو مثلا؟ عمل له شي صوت، عمل له شي صوت غريب فشل مثلا انه فشل او شيء، او مثلا صوت الصقر، بخاف على الميكرو مثلا صوت الصقر، اعمله ايه مثلا صوت الصقر مثلا، انه هو بيضحك مثلا انت ما ضحكت، بس انه عرفت كيف انه عمل له صوت الصقر بيضحك. شو السر بفيها يعني؟ ليك السطلنه شغله ضروريه بتركيبه الانسان. هلا اللي هو مسطول منه بحاجه للسطلنه، برمطولي بس اذا الواحد يعني عرفت شو قصدي، يعني انا مثلا بكون كل النهار عم بحكي بس بعوز نقعد هيك انا واصدقاء اقدر، يعني انه مثلا اجي على التلفزيون
اقعد اعمل سطلانات ما معقوله. Exactly. مثلا ما معقول اعمل صوت السكر مثلا انا معزوم على بلاتو تلفزيون. بس بتقب بتقب بتقب. مروان انتوا اصدقاء الطفوله ميشيل من امتى بلشت معه هالحاله؟ من الحادثة من الحادثة من وقت ما بعرفه من وقت الحادثة زاد حالي حكي خبرنا يعني من ايمتى بلش من ايمتى بلش هيك يجرب يتميز ميشيل بافكاره؟ كل عمره هيك ميشيل طول عمره. انا تعرفت عليه بتصور بشكل سورياليست يعني كيف؟ انا ما كنت بعرفه كنا صغار يعني وكنا كنت انا يعني عم يكتب على الحيط كنت بتذكر مره كنت عم تكتب على الحيط لا لا هدي بعدين صرت اكتب على الحيطان بعدين ايه كانت الحيطان بعدين بقى انه اجى لعندي على البيت وانا ما بعرف شيء عنه كنت انا مغروم بوحده طلعت هي مغرومه فيه بس انه غرام اطفال ايه يعني غرام مسكت ايد شفت جماعتكم مره ايه جماعتنا لا شو جماعتنا رحت اعمل مشكل مشكل سؤالي فيت لعندي يعني. فيت لعندي على البيت عم بشارع انه هذا مين ابنكم بغار مني وبده مفكر حاله هي مش طايقته وهي بدها ايانا شيء من هالنوع سطلانات يعني وانا ما بعرفه بقى جيت على البيت عم بقول لي اجى واحد يعني لعندك اجى واحد لعندك وكنا يعني عملنا شيء 14 سنه ما شيء هيك بقى اجى واحد لعندك اسمه ميشيل خفف لي شوي هالفرنساوي على التلفزيونات عمول معروف حبيب قلبي 14 ربيع كنا عندنا 14 ربيع بكسروان وهنيئا من له مركض عنزة في كسروان بقى كنا بعجلتون واجى لعندي على البيت بقى خبروني انه فات لعندي على السرعه ما كنت بالبيت وبلش لكم هلا بقول لهم لاهلي بونجور وهذا هلا اهلي بيعرفوا البنت انه اوكي بنعرفها سو استقبلوها وما توقعوا انه قاعد بالسنو ابنكم ما بده ميرنا و ومدري شو ضحى اعطيه اسم عائلتك كمان خانقها هلا بتكون تجوزت او شيء ثاني ام اس ام اس اول مدعوه ام اس هي عرفت حالها اها بقى ايه وانا ام اس تي واهلي معصبين وكذا ام اس تي مالادي سكسيوال ما ترانسميسيف 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 شو اخذين اليوم لا انه مثلا اهلي كانوا متوقعين انه هن معصبين كثير كيف هيك بيحكي عن ابنه وكذا انا جيت خبروني مثل الضحك انه مين هو هذا الاخوات هن اهله وقتها بلش من وقتها غرمت فيه بلا ما اعرفه عرفت من وقتها اهله بيكرهوني هن اهله كثير بيكرهوني لانه بيعدوا انه خرب كان عندي اثر كثير كذا هيك عليه كان راي على طريق مضبوطه وقوى انقطعت هالصداقه بيناتكم بالفترات معينه وقتها ميشيل سافر او ترك البلد او لا ولا مره اصلا وين ما يروح الحقه مثلا على فرنسا لحقته عرفت كيف؟ طيب استاذ حسن وقتها يمكن في ناس وقتها بيعرفوك اصدقاء مع ميشيل وما بيحبوا ميشيل بشو بتدافع عنه؟ إيه لا انا بدافع عنه لانه بعرفه اول شيء هو انسان حر الضمير وبعدين ما في شيء ممكن يزيحه عن قناعاته هيدي بحبها كتير انا عند مزمين. الناس مثل شو انا عاده يعني بعدين قلبه طيب قلبه كبير يعني عرفت كيف يعني من ما شو ابرز انا عاده مش بس قلبي كبير في كتير قصص عصبية طوال مد ايدي شو مد ايدي ايده طويلة معك عصا ولا لا 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 في 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 قضيب كيف بدي اقوله انه اعمل له صوت اصدقاء يعني كنت عم تقول اذا في ناس مثلا ما بيحبوني واصدقاء مع حسن ما بفتكر انه يعني عاده اللي ما بيحبوني ما بيكونوا بيحبوه لحسن يعني انه بفتكر انه نفس ايه انه اذا بدك انا اللي ما بيحبني ليه ما بيكون بيحبني مثلا بيكون وجهي تنقول فاقع الرجي علي انه اوريدي الالرجي الالرجي بكون عاملها على حسن يعني ليه عم تعطي هالصبغه لحالك مشان مش صبغه انه اذا اوجه ما بحبني مش مزبوط في ناس ما بيتعني للسياسي يمكن ما بتفوت براسهم هذاك ما حكينا عنه نحن عم نحكي انه ليه الواحد ما اقول لكم كرهني انه مثلا على موسيقتي لا انه موسيقتي ما في حدا شيء يقول عنها وبفتكر بتعجب كل العالم على مش عامل ضروبه بالعالم مش ما في الا اسباب سياسيه والاسباب السياسيه اللي بتخلي حدا ما يحبني كمان رح تخلي ما يحبوا لا يمكن كمان في نوع من الغيرة او ايه طيب بغاروا العالم من واحد كل ما بحبوني بغاروا مني مروان اجمالا يعني وقتها بيكونوا جروب اصدقاء
مش بس بيقعدوا كرمال جلسات افكار وجلسات يتناقشوا فيها، في يعني يمكن هوبيز معينين بتعملوهم مع بعضكم ولا مره؟ اغلبيه قعداتنا قعدات فلسفيه، بنقعد بنعمل ما بترفعوا عن حالكم خيي، بتعمل لكم ظهره، بتعمل لكم سهره. ابدا ما لا نحن ضد هالقصص، ظهر وكذا هيك، ما هالملذات الارضيه الليليه يعني. وطحنك وموسيقى هيك، نحن عم نتحضر للربيع العربي هلا يعني، برجع بتشدد. نحن ضد الملذات الارضيه البحته، يعني دائما نطلع. انت هي وين كان لازم تعيشوا باليابان؟ الارض وبتطالع. اليابان في امبراطور ما بنقدر. اوكي، في مش عم دخلنا باليابان. في طيب انت شو رتبتك بهالامبراطوريه؟ بصير في انا جو سوي لو فو دو روا. فو دو روا، عمل لي ضربه صقر هلا. اخوة شناي. طيب ميشيل، بختام هالفقره، انت شو عم تحضر هلا على المستوى الفني؟ شو عندك تحضيرات؟ في كثير مواضيع. سافر هلا على لندن شي 10 ايام، اكثر من 10 ايام، حتى اخذ بموزات بيقولوا موزات بموزات النشاطات بالالعاب الاولمبيه، في بيت قطر بالالعاب الاولمبيه، البافيون القطري راح يكون عم بيقدم نشاطات على 10 ايام. اوكي، انا منظمهم كذا، اوكي، يعني اكثر من 40 موسيقي، وبالاضافه لهم مغنيين عالميين. انا عامل التوزيعات الموسيقيه والكونسبت كله، رح يكونوا عم يعزفوا هنيك. بتمنى لك التوفيق ميشيل، انت دائما ضيف هيك خفيف ومحبب حبيب قلبي، يعني بتعرف نحن تعال نحكي فوق كلنا تعالوا نحكي سوا، نخلص برنامج بحكي فوق بعضنا. استاذ حسن حمادي، تشرفنا بوجودك معنا. استاذ مروان شبلي كمان تشرفنا وتعرفنا عليك وتعرفنا على الصوره اللي ممكن بتجمعكم كاصدقاء. ميشيل ينعاد عليك، وان شاء الله كل سنه وانت بالف خير، وان شاء الله بنرجع بنشوفك قريبا جدا. نحن هلا وقفنا ببور بيروت كابتن، بفتكر لانه عندك مشكله مع الهواء، ما هيك كميل؟ انا مشكله كثير، طلع الهواء قوي، وسلام حفاظا على سلامه ضيوفنا ومعنا الامبراطور كمان معنا اليوم، ما فينا نخاطر، ما بخاف في صفف غواصة هون، لأنه عادة بيقولوا كل 100 سنة بيصير في تايتانيك، خفنا انه بعد 100 سنة يصير هيدا الشيء لأن الامبراطور موجود معنا، قلنا مننقل على منصف بالبور اليوم حفاظا على سلامة الضيوف. شكرا 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 كميل. نتوقف مع الإعلان، تفضل إلي عقيقي. نرجع نحن وياكم بعد الفصل الإعلاني وضيفتي بالبحر ومن بور بيروت الإعلامية ريتا حرب. ويلكم. حرجتك ريتا؟ لا 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 أبداً فكرت أبداً، لأنه شفتك جاي من هناك وعم بتطيري. إيه طيران. شو بك؟ فوسوار؟ مش مرتاحة؟ لا كتير مرتاحة، بس هوا كتير وسام، وأنت مش عاملة حسابك للهوا يعني، ومش عاملة حسابي لأنه معتبرة أن نحن بأيام كتير شوب. إيه لا، وكل يوم عم بيكون كتير شوب. بس سوري، في مروحة تحت حطينا. أوكي. تحت ما في مشكلة. المهم انت وسام انا وياك نحكي فيس تو فيس. نحن دايما فيس تو فيس. ايه
كيف غريتا؟ انا منيحه. منيحه عندك حبيتي اجواء البحر هالمره؟ كثير حبيتي الجو. برود اصلا مساعبك ليلي؟ برود كثير لانه امبارح متنا من الشوب. كان لازم تعطوني خبر. طيب وسام، انه اليوم برود؟ لا لا بالعكس بالعكس، انت كيف ما كنتي قمر اسم الله عليكي. مرسي ريتا. بتعرفي حبيب هيك بلش انا وياكي حديثنا من هيك اثنين فيديو انا نقيت لك اياهم وحابب اني اتناقش انا وياكي فيهم. يلا بطريقه مهضومه. ها ما تاخذيها نحن شخصيه، بتاخذي لي امور شخصيه. اوكي نحضر انا وياكي اول فيديو. حكينا كرمال برنامج بعد مش معروف وين رح ينعرض، ما بعرف اذا ام تي في او غير ام تي في، وقلنا انه من هلا لوقتها بنشوف كمان استوديو الفن بالدوره الثانيه. انه انت اول دوره ما زبطت. هيدا اول فيديو ريتا، والثاني فيديو بتقولي فيه كمان أوكي. اليوم اكيد لازم يكون عندي برنامج. طب اليوم اذا في اليوم اكيد لازم يكون عندي برنامج خاص. انا ما خصني، انا لا قلت ولا انا ما عملت شيء اليوم. شو انا ما قلت شو عم تتبري من المواضيع؟ لا, 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 لا عم بتخيل سيناريو هيك. 2011 ريتا حارب العناوين، انا بصدد تحضير لبرنامج خاص. 2012 عم بلش يركب برنامج لريتا. بال2015 تحضير البرنامج على قدم وساق. بال 2018 ان البرنامج الخاص اشرف على نهايته. طب ياخذ وقت. بال 2020 برنامجي الخاص قريبا. الله يعيشنا. شو عم بيصير معك ريتا؟ ولا يعني عم بيصير معي ما عم بيصير مع حدا. شو؟ لا لا عادي، استوديو الفن اول فيرسيون كل الناس صارت تعرفها، مش رح نرجع نعيد. لا ما عم بحكي عن بس استوديو الفن، انا اخذت المواقف، مش قصدي استوديو الفن، قصدي بالموضوع انه دائما عم نسمع انه ريتا حرب بصدد تحضير لبرنامج خاص وفي برنامج خاص وما عم نشوف هالبرنامج الخاص. صح، هو لازم يكون عنده برنامج خاص. ايه هيدي اكيد ليكون خاص جدا ما فينا نشوفه. ما هو هيك هلا برنامج خاص خاص جدا ما فيك تشوفه ماشي على طول. انه انا شايف برنامج خاص خيي خاص. انا عم بعمله لحالي قاعده بالبيت وعم احضره. شو عرفك برنامج الخاص؟ شو اكيد فيه وما رح تعرفه. ما رح اعرفه ليه؟ ما هو خاص خاص. ولو بتخبي علي ريتا الخاص خاص. ايه اوكي بس اللي ممكن ينشر كل شيء بوقته حلو لانه بتعرف الظروف يلي بالوطن العربي كله يلي عم بتخلي كمان الانتاجات كلها تفوت ببعضها وتتوقف وتتغير وازمه سيوله كلها بالتلفزيونات. بس هل في برنامج ريتا ولا انت عم صراحه يعني هيدي امنيه عندك حتى بال... لا مش امنيه، انا ما في شيء امنيه بهالمجال. ما تفكر يعني لو امنيه كنت بسعى اكثر وبشتغل للموضوع. وليه ما بتسعي؟ ما بسعى لانه شو ناقصك يكون عندك برنامج خاص لك؟ بشتغل ما ناقصني شيء، بس المحطه تبعيتي هلا ما عم تعمل انتاجات خاصه مع انه عملنا كذا بايلوت قبل. مع انك المدلله بالمحطه ما دخل اذا ما عندهم انتاج. ما في هلا فكره انتاج ومدلله. كنا مدلله. وعندك مشكل تظهري على محطه ثانيه مثلا اذا برنامج عندك برنامج انا بالبحر سوا. انا ما عندي مشكله اظهر اعمله. بكره شو عندك؟ ضروري جوا بظهر. بكره شو عندك؟ بدي احضر. انا صراحه عم بلش طلع نفسي. بدي احضر بالبحر سوا. ما فيني. لا سوري بكره. لا ما نحن بنصور ابكر اذا بدك. لا 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 انا بكره بدي احضر. طيب شو اللي عباله ريتا حرب مثلا اليوم هلا اذا في منتج عم يحضر وعباله مثلا يشوفك ببرنامج، انت شو عبالك تعملي؟ جيم شو، توك شو، شو عبالك؟ لا توك شو او شيء كمان مع موسيقى بلكي انه له علاقه بالفن. هلا بحب كمان مواضيع اجتماعيه بس ما بحس انها كثير بتجيب اودينس يعني الا اذا انعملت بطريقه شوي جريئه لانه صايرين الناس التقديم يلي هيك بالسيستم الكلاسيكي ما كثير بجيب جمهور، بده يكون هيك مختلف. شو مثلا هلا اذا بدك تعملي يعني عم تقدمي مواضيع حلقة؟ لا مواضيع عم بحكي يعني اذا مواضيع اجتماعيه بدك تجيب مواضيع غريبه عجيبه ناس مش دائما مألوفين بالحياه الطبيعيه تشوفهم فبتحس انه مقبول اكثر، او برنامج فني ينعمل بقالب خاص يعني بتندرس فكرته مش براسي هلا فكره معينه بس بلكي تبين شخصيتي فيه اتحرك فيه اكثر. طيب شو خبرينا الفكره بلكي منتجها. شو يعني عبالك مثلا اي نوعيه من البرامج؟ ما هذا هو مش فني. ما في نوعيه. ممكن استوديو مش واسع نعمل توك شو انا مقابل مثلا شخصيه. ما انت ديجا بتعملي توك شو يعني عبالك تضلك بهذا الحاله بهذا الجو؟ ممكن
ممكن اذا بقالب حلو يعني مع شخصيه وحده بس تحكي معها نعمل الحوار يكون جديد. هلا طيب شفناكي بسبيسيال على الام تي في شوي كلمه جديد بس هون خليني مرقها لانه ما في شيء بقى جديد. يمكن بنفكر انه عاملين بلكي ديكور حلو هي بدك صار انتاج قوي. نعم بتلاقي بعض الاشخاص بيمشوا فيها لانه الافكار الجديده صارت تقريبا مستهلكه. شو فكره جديده؟ صحيح شفناكي بسبيسيال يمكن على الام تي في مش من زمان وليه ما عدتي هالتجربه؟ صح انه هيدي كانت طلبت لها الفنان بوقتها واذا في شيء ثاني انا حاضره. يعني هول المواضيع منن برنامج يعني هول اكيد يعني مثل فريلانسر بينعملوا دائما. طيب تزعلي ريتا ايام هيك بينك وبين حالك بتقعدي بتقولي انه ليش مش انا؟ شو في برنامج هلا على الهواء بتقولي ليش مش انا؟ انا شو ناقصني اعمل هيك برنامج؟ لازم يا ريت انا هذا البرنامج بستحلي يكون لي. هلا كلمه يا ريت وبستحلي منن بطبعي. بتستحلي استحليت انه بكون عم تحضري برنامج بينك وبين حالك تبي يمكن ما بقولي لحدا حواليك. لا بقول انا لا بقول يعني استحلي شيء غير بالبحر سوا. لا اذا فعلا اللي بقلك لك وسام في اوقات برامج بحسها مثلا حلوه كثير بس ما بلاقي حالي فيها او مثلا اللي عم بيصير يمكن انا ما بقدر اعمله او يمكن برنامج حلو بس ما بعرف انا بلاقي حالي بمكان اخر. بس بالنهايه انا بحب حط ثقتي باشخاص يعني اذا انا انطرحت فكره علي وحسيت انه من مخرج لفريق الاعداد ككل للمكان كتلفزيون اللي انا فيه بقدر حط ثقتي فيه انا بمشي. يعني أوكي. مش ضروري هي الفكره تكون ما هيدا عم بقول لك انه فكره مش منشافه. ما في شيء مش منشاف في شخصيتي. يمكن انت عم بتقدم هيدا البرنامج بيجي بقدمه انا بيطلع مختلف. يمكن انت احسن يمكن انا احسن طبيعي. بس اكيد بيطلع مختلف لانه شخصيتك غير شخصيتي. ما فيك تعملي وشخصيتي بالبحر سوا احلى من شخصيتك فانه اكيد اكيد صدقيني. لا ريتا انت بتعرفي انه يعني من الاشخاص اللي بيتركوا بصمه بشغلهم بالتلفزيون. بتمنى لك عن جد انت كمان وسام هلا يعني خلينا نحكي يعني الحقيقه شو بدي اقول لك يعني خجلتيني بس ريتا بدي اقول لك انه ان شاء الله هذا البرنامج اللي انه انا حطيت توقعات بس انه ان شاء الله قريبا بنشوف هذا البرنامج لانه بيلبق لك تكوني لحالك ببرنامج وبفتكر انت كمان هيك على بالك تغيري كمان الجروب يعني الشغل مش بالحياه الشغل الشغل بالحياه. هلا بهالفقره ريتا صراحه شفتي هيدي برنامج الكابتن؟ انا عندي صور الا لو قلت لك ان جبت لك صور بالكابي تبع الكابتن. هلا منصورك شادي وينك اخي؟ ما في هون صور ولبسة ابيض ومعه دوري ومعه هيدي ريتا تخبرك شو راح يصير. الكابتن اجمالا على الباخره هو بيكون عنده السلطه كامله. اوكي طبعا عنده سلطه كامله بيقدر يجوز صوره لحظه تاخذي صوره مع ال بهذه الفقرة أنت راح تكوني القبطان. قلت لك هذا القبطان بيكون عنده سلطة كاملة على اليخت تبعه مثل كأنه هو بيملك هالمساحة كلها بيقدر يجوز يطلق يحبس يعمل اللي بده إياه. أوكي؟ وراح أقول لك إنه الشخصية اللي عم تلعبيها إنك مسؤولة عن تلفزيون مدير التلفزيون أو بتملكي هالمحطة. أوكي؟ أول سؤال مين بتحطي مذيعة مطرحك بعيون بيروت؟ ولا حدا. ما زال عند السلطة باخذ الكرسي معي وبيصيروا ثلاثة بدل أربعة. مين بتطلبي إنه يكون مذيع أو مذيعة الأخبار عندك؟ ديانا فخوري من عندكم بحبها. أي ضيف بترفضي إنه يظهر على شاشتك؟ ولا ضيف. لأنه حتى لو الضيف إذا في شيء مثلاً شخصي أنا وياه بحب يطلع على الهواء ومنطلع شيء يمكن ما بعرف شو ما حدا بيكون في يعني فيتو عليه؟ لا لأنه بالحياة المهنية غير الحياة الشخصية. نعم. إلا إذا هو الضيف ما بده يطلع هو حر بس أنا لا أبداً. مين رح يقدم التوك شو السياسي عندك؟ توك شو السياسي مارسيل غانم. مارسيل غانم. مين بيقدم عندك برنامج منوعات؟ برنامج منوعات في كتير بس ما بعرف يعني في كتير ناجحين بس
في اسامي معينه بنقي لانه هيك واسع الفكره. يعني مين عبالك مثلا اذا بدك تعملي برنامج العاب مين بتجيبي؟ العاب عندك مثلا ميشيل أزة برنامج شو عم بتغيروا الموسيقى يعني امبارح كان ضيفنا ميشيل مين بتجيبي برنامج توك شو ضيوف فنانين وسام بريده بتعرفه ذكرتي الله سترك وما قلتي حدا تاني يعني شو هي اخر وحده هن ما عجبهم شفت لا تعرف انا بريئه انت بريئه ريتا دغري الموسيقى برافو شباب شو كان لازم كلهم جبت إلي بدو كلهم تجيبي عليهم وزن انا الكابتن هون انا ريتا هيدي انت ببرنايطة الكابتن وبدور القبطان فيني خليها عطول فيك تخليها عطول اكيد وفيك فيني خليها كافية. بالشارع اللبناني شوي بالشارع اللبناني وتطلعي باللوك زيته اللي طلعتي فيه بنفس الفستان وتمشي بالشارع اللبناني لا Welcome. لا هيك قويتها شوي ريتا شو هيك باخر اخر هالفقرة شو جديدك شو القصص اللي بتوعدي الناس فيها شي جديد ما أغنية نزلتي على السوق أغنية أحلى أغنية شي نزل حتغني. أغنية معقول تغني شي نهار دخلك شو مودة الأغاني كله بعد في أنا بس ما غني لا هي منا نغيرها بعد في أنا لأنه ما في أنت بعتقد غنيت غني ما بعتقد بعد في أنت لا بعد في فعلا أنا بعد في أنت بعد ما غنيتي طيب ريتا نحن منقلك بدك تغني؟ شي مرة جربت تغني ريتا؟ خلينا نجرب غني أنا وياك شو بدنا نغني؟ ليه لحظة لحظة شو عملك غني؟ كل ما بمشي عالرصيف هيدا ناصح هيدا ضعيف بيلحقوني كلن 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 صدق وأنا كتير بالسحي كتير من عبدو حسني وعبير لما ياي شو حلوي هالحلوي ياي شو حلوي لما بتقطع من تحت اللمبة تبع البق لا دي مشاكلو الغني ياي شو حلوي ياي شو حلوي طبعا معي كثير ديو بس انت ما كان عندك مشروع تغني؟ مشروع غني؟ لا انا كانت مشاريعي بالغناء ووقفتها شو؟ غني؟ لا خلص يلا مع موال مع موال؟ ايه شو بدك تسمعي تغني لي؟ يلا اغني لك؟ هلا انا موجودة بقدر ادعمك فنيا يعني بلش انت وخلص اعطي اللاريدو كلهم؟ مش موجودة هاي انا في اعطي واحدة بس ليلي يا ليلي يا ليل سمت الاكل؟ لما استوى قال للخيار 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 لوبيا لا حلو معاني قوية حبان سألت الفول بتضحك ليه سألت الفول بتضحك ليه قال لي السوسة بتدغدغني والصحي النحم بوف الواد طالع لابوف الصحي النحم بوف الواد طالع لابوف الصحي النحم بوف الواد طالع لابوف الصحي النحم بوف الواد طالع لابوف فنان فنان كتير كبير فنان كتير كبير ريتا انا بشكرك على وجودك معنا وينعاد عليكي وان شاء الله كل سنه وانت بالف خير وانت بخير وكل مشاهدينا كمان برمضان ان شاء الله فعلا يكون في رواق سلام الناس تروق نحس انه البلد كمان في بحبوحه كل هالكهرباء عم نبلش هيك لا عن جد ان شاء الله يكون خير هالشهر وبعد هالشهر هيك نحس انه صفحه جديده بلبنان والوطن العربي اهلا وسهلا فيك ريتا رح نروح
وبنرجع. بالبحر سوا الفنانة فيفيان مراد. فيفيان اهلا وسهلا فيكي بالبحر سوا. يمكن اللي هيك السؤال البديهي اللي بحب ابلش انا وياكي، مين فيفيان؟ من وين اجت؟ اوكي، من وين؟ لا من وين؟ ما من وين اجت؟ صرت بلبنان تقريبا. صحيح. يعني صار لي سنه، المفروض انت تخبرني مين فيفيان. يمكن صرت انت عم تكتشف قبل هيدي السنه. قبل هيدي السنه، قبل هيدي السنه مين فيفيان؟ يعني اليوم فيفيان. الناس بتسال انه فيفيان اليوم انه مش انه شخص بلش بعمر صغير بالفن بلبنان وهيك فجاه من هالسنه صرنا عم نسمع فيفيان. لا مش فجاه كي. لو انا عايشه هون بلبنان وكنت مثلا عم غني ما كنت مبينه وفجاه مثل ما عم بتقول بينت. لا عم بحكي انه فجاه الناس صارت شافت شخصيه برا. بتغني وموجوده وعم بيشوفوها. انا كنت برا عزيزي تعبيري فيفيان حبيبي لي فوق الثمان سنين يعني بغني وباكثر من بلد عشت. فاينلي خلص يعني الغربه صارت مزعجه، يعني لازم ارجع على بلدي. وفعلا اللي بيرجع على بلده طعم النجاح هون غير شكل. شو اللي خليك ترجعي؟ شو اللي خليك تقرري يعني انا اليوم بدي ارجع على لبنان؟ اشتقت لبلدي، اشتقت لاهلي، بدي ارجع اعيش هون، بدي يمكن انطلق بشكل احتراف اكثر هون. بس انت كنت عايشه بتقولي انه باكثر من بلد يمكن بالعالم، شو اللي هيك خليكي مثلا؟ كان في اكيد اللي بيكون عايش برا بيكون عنده نظره مختلفه عن لبنان. لك شوف. كانت نظرتك شيء وصار عندك خيبه امل صراحة ولا صراحه؟ لا صراحه، بس تكون مسافر
أصغر شغلة يمكن أنا بتنزل لي دمعتي أنه بدي روح على لبنان، بدي أهلي، بدي عارف كيف، ما في حدا كان يمنعني، بس صراحة حالي حال كل هالمغتربين سافروا، استقريت بشغلي برا، صار في ترانكيليتي يعني استقرار وهدوء يعني فانه مش الرجعه صعبه، صفى بدك عم تسمع بلبنان شو عم بيصير، ما في شيء بوزيتيف بيشجعك، بس بالنهايه ليش رجعت؟ لانه كمان الغربه صعبه، خلص بالاخر بدك ترجع لو شو ما يكون بلدك ديارك اهلك. شو بيطلع بالك تغني للبنان مثلا هلا اذا بدك تقولي شيء للبنان؟ بحبك يا لبنان. تغني بحبك يا لبنان؟ يلا نغني. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني، بحبك يا لبنان منه لبنان؟ ما في، وحياتك ما في، عن جد ما في. يعني هيدي الغنية تحديدا ما في حدا بيكون عايش بالغربة إذا بيسمعها إلا ما بيحس إنه بدي أرجع على لبنان. ليك فيروز وديع الصافي صدقني وصباح وكل هالكبار كل لبنان يعني، بس تسمعهم برا ما بعرف، أنا بالنسبة لإلي يعني عن جد يعني بدون خجل بينزلوا لي دمعتي. طيب فيفيان انت هلا اذا حبيتي هيك بلبنان تقولي انا بدي اعمل ديو مع مين بتعملي؟ غيري يعني عرفتي؟ غيري انا شيليني على جنب صراحه مع الموسيقار ملحم بركات. عندك هلا حفله عم تحييها مع الموسيقار قريبا ب 11/8 ب 11/8 شو هيك بتعتبريها يعني نجاح اليوم بعد 8 سنوات من المغنى؟ مش بس قصة نجاح، أنا على طول بس يسألوني هذا السؤال يمكن بحس حالي عم بالغ، بس صدقني اللي الله كاتبه بيصير. أنا هيك يعني مثل ما الله كاتب بيصير، وين الله كاتب لنا نقعد نحن اليوم بمقابلة حلوة بالبحر سوا. طيب هذا الهدوء شو سره عندك أنت؟ شو سره؟ هلا بتحس انه تخنت. شو؟ انا كثير عندي سلام هيك مع نفسي، بصلي بخاف كثير من الله وبشكره كثير على كل شيء عاطيني اياه، ما يعني بحس حالي انه ما بدي اتطلب كثير لانه في عالم جوعانه، في عالم بردانه، في عالم عطشانه، نحن عايشين بألف خير. طيب مع الموسيقار في شيء عمل بفتكر رح يصير بينك وبينه؟ في تحضير لأكيد لحن بدي اتشرف اني اخده منه، ومبدئيا يعني لحن لحد هلا. اها اتفقتوا على الاغاني ولا بعده حديث؟ لا سمعت غنيه وصراحه يعني بدي بلش احفظها، انا حبيتها لحتى اشوف كيف بصوتي لحتى احسها اكثر، لانه بس تحكي عن لبنان غير فيروز ووديع وصباح، هلا بتحكي عن ملحم بركات، بتحكي عن نجوى كرم. طيب شو هن السبع لغات اللي بتغنيهم؟ شو بدك؟ شو هن؟ هلا في لغة جديدة عم بتعلمها. شو هي؟ فارسي. شو بتغني بالفارسي؟ هلا في غنية هيك كثير حبتها. سامعيني. دوس دورم باخيشي غشمو تمي بني مؤمن بدردائي كيتون يومي خندي
رمي شام بجيم أسخم الدل كاندي بيو بهم دم جندو سترام. معقول نشوفك بحفلة بإيران؟ بدك غنيتين ثلاثة بتعمل الحفلة. كيف تقررت تتعلمي فارسي؟ ليك صراحة أنا الغنية اللي بتعجبني اللحن إن شاء الله لو هدي الغنية الحلوة بحفظها. بس يعني مبين الأغنية فيها إحساس حلو كتير فيها. حلوة كتير. فيفيان أنا بدي أتمنى لك التوفيق بكل شغلك، وأنا بعرف إنه في إنسانة ناجحة وراء كل هالشخصية اللي أنت بتملكيها. الله يخليك. ومتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله بينعاد عليك بكل خير وبكل بركة. أنا بدي أقول لك عن جد بروجرامك كتير حلو، لو ما كتير حلو عن جد أنا ما بتشرف أطلع فيه، مع أنه كتير في بروجرامات عم تنحط، بس ما بعرف ليش الـ MTV بضل عم تغلي عطول. فيها روح جديدة. دلالة مرسيلة كميل. كمان بدي عايد الـ كل اللبنانية قلوا رمضان كريم. بدي شغلة منك. قوليلي. أنا اليوم قلت لك كنت بصالون عم بسمع كتار عم بيقولوا وسام بغني وسام. إيه. بدك تغني لهم أنا وعدتهم. هلا بغني أنا وياكي بالآخر بنختم أنا وياكي، نقي الغنية اللي بدك إياها وأنا بغنيها معك. نقي. شو بدك؟ نحن بالبحر سوا. شو بدك تغني لا؟ ولا مرة كنا سوا. ولا مرة. يلا، رح أختم أنا معكم مشاهدينا حلقتنا لليلة. بدي اشكر فيستا يلي عم بيكونوا دايما معنا بالالعاب الناريه، بدي اشكر فريق العمل الي عيه يعطيك العافيه، والباند كمان يعطيكم العافيه، كل اكيب العمل اللي عم يتعب معنا بهالبرنامج، كابتن كميل تانيوس وكل الاكيب اللي معه ميرنا يعطيك الف عافيه، ورالف مطر وفريق العمل فريق الاعداد كله يعطيكم الف عافيه، نضال مشكور بنعرف تعبناك كثير بكل الازونات اللي كنا عم تشتغلنا عليها، وموعدنا نحن وياكم بكره بحلقه جديده. الشباب تعودوا على الادويه بس بطلوا عم ياخذوها لانه صاروا على اليابسه مش عم يعرفوا يوقفوا، صاروا دائما وقفتهم بالبحر خير ردونا على الباخره، ردونا على الباخره، يعطيكم الف عافيه شباب. ملتقانا نحن وياكم بكره، تصبحوا على ألف خير وإن شاء الله بينعاد عليكم بكل خير وكل بركة. ولا مرة كنا سوا، ولا مرة، ولا مرة جمعنا الهوى، ولا مرة، ولا مرة كنا سوا، جمعنا الهوى، ولا مرة، ولا مرة سهرنا سوا، ولا مرة، ولا مرة، ولا مرة، ولا مرة سهرنا سوا، ولا مرة، ولا مرة جبنا سوا، ولا مرة جبنا سوا، ولا مرة.
Thank you.